احنا تحييد لبنان عن الصراع الاسرائيلي الايراني، عم نقول تحييد لبنان كليا عن الصراع الاسرائيلي الايراني، مش معناتها لبنان يكون جزء هيك ملتبس بهذا الصراع، لا، لبنان دولة محايدة، ودولة محايدة لانه جغرافيا حطتها بقلب الصراع. اليوم لبنان مش جديد بين والي عكا ووالي الشام جغرافيا، مش جديد بين موقعه الجغرافي حطه على طريق صراعات الدول وعلى طريق الاستثمار فيه بالسياسي او التلاعب بمصيره على انه ساحه وليس دوله او وطن، اوكي، بس بعيدا عن التنظير، لبنان الكون جغرافيا موجود هون لازم يكون محايد، لازم يكون على حياد، ولازم مثل ما هي النمسا على حياد، مثل ما هي سويسرا على حياد. ولما بنحكي عن النمسا لأنه النموذج النمساوي أقرب للبنان، أنه حياد ملتزم بقضايا الإنسان وبالقضية الفلسطينية، وفي كان يعمل أكبر مؤتمرات ولقاءات لدعم القضية الفلسطينية بدون ما يفتح جبهة مكلفة بهذا الشكل عليه، يعني مكلفة لدرجة القتل على الشعب اللبناني وعلى أهلنا بجنوب لبنان خاصة وبالبقاع وبالجبل وين ما كان. هلأ ممتاز، بس هلأ يعني شو بتعمل بإسرائيل يلي هي عندها طموح أنه تقضي على كل أي قوة حدة؟ يعني طبعا أنه المشروع الإسرائيلي مشروع معروف، أنا عم جرب أوصل معك أنه هيدا اللي عم تطرحه. أنا لو ما المشروع الإسرائيلي مشروع معروف مش عم حط لبنان على حياد. لبنان منه على حياد بين الحق والباطل، بس كيف بيدافع عن نفسه؟ بيدافع عن نفسه، كل الشعب اللبناني بيدافع عن نفسه، مثل ما سويسرا بتدافع عن نفسها، مثل ما النمسا بتدافع عن نفسها. ما سويسرا ما بدها يعني بلا يعني بس اقوى جيش، بس اقوى جيش هو الجيش السويسري، من اقوى الجيوش تكون دقيق، من اقوى الجيوش الجيش السويسري. بس انا شو إلي كل هالمشكل هيدا، شو إلي فوت حالي فيه وانا مش قده؟ يعني انا كلبنان ماني قد صراع، ماني قد مشكل بين اسرائيل والجيرانة. اسرائيل دوله مموله يوميا من الولايات المتحده الامريكيه بالسلاح والعتاد والتكنولوجيا الحديثه. مصر هي برات هيدا الصراع، اللي هي اقوى قوه عربيه برات هيدا الصراع. انا فوت على هيدا الصراع وكنت فوت تاريخيا عليه ورا مصر ورا سوريا، مش صرت بدي فوت قدامهم وقبلهم ووحدي. اليوم أنا عم بدفع ثمن صراع إسرائيلي إيراني جزء منه لبنان ساحة فيه. طب 17-01 لما تقولوا مع تطبيق القرارات الدولية بتكون عم تقولوا نحن يعني كمان مع نزع سلاح حزب الله. إيه بس هون تقلك إنه ما في شيء، مش قصة عم نطرح شيء بسوء نية أو بخبص. هيدا مطروح من 2005. هيدا القوات عم تقوله من 2005 لما بتقول 1701 بكل مندرجاته أو القرارات الدولية كافة، عم تقولها من 2005، مش عم تقول شيء جديد، مش إنه جاي تستغل صح. هيدا الظرف لتقولها. أوكي. لا، هيدا بتحكي القوات ونواب القوات بيحكوا مع نواب حزب الله مجلس نواب. وزراء كنا نحكي مع بعضنا مجلس وزراء وقت التقينا بمجلس وزراء. مش عم نكشف سر يعني، ولا عم نعمل مؤامرة. هيدي حقائق موضوعة على الطاولة ومواقف نحن متبنيينا وملتزمين فيها، ومش مواقف جايين نعمل قوة فرض على الآخر على الشريك، يعني نلزمه يا بتعمل هيك يا مدري شو بيصير فيك شو. لا، بده بالأخير يصير هالأمور بالتفاهم. كيف؟ هيدي بدها يعني بحث. أنا هون السؤال اليوم، اليوم الحرب الإسرائيلية هدفها أنه نزع سلاح حزب الله، أو إذا مش القضاء على حزب الله مثل ما هني بيقولوا أوكي. لكن ما حدا في يقضي على حدا. يعني قضاء، هيدي كلمة القضاء على حزب الله كلمة كتير كبيرة وما حدا بيقدر يعملها. وكمان حتى السيد حسن الله يرحمه كان يقول بلبنان بالمعادلة المحلية ما في فريق في يلغي الآخر. شيك؟ يعني كمان خلينا ناخد بعين الاعتبار انه بلبنان ما في فريق في يلغي التاني، والقوات اللبنانية ما عندها ولا نية اصلا تلغي الاخرين، وهي اللي تعرضت بتاريخها لحروب الغاء. يعني الموضوع من اساسه بالمبدأ بالجوهر منه مطروح، فكيف بالحرب المظهر. اوكي، بالنسبة لألكن طبعا، بالنسبة لألكن يعني عم تقولوا انه يعني بنيامين نتنياهو لن ينجح في الغاء حزب الله من الوجود. لن ينجح، ما حدا في ينجح. اوكي، بس في مشروع نزع السلاح موجود. ايه، مشروع دولي. هيدا مشروع دولي، اكان بالمشروع القرار 1701 وال 1559 او بالقوة يعني او بالنار. هلا
بالنار ما بعرف قديش بالنار في إمكانية لنزع السلاح. ليه؟ ماني خبير أنا. لا قصدي بالحرب، ما هي نتنياهو ماشي يعني عم بالحرب يعني عم بخيروا لبنان بين خيارين. بالحرب قلت لك ربحوا معركة وبلشت معركة تانية. شو هي؟ معركة بالبر البرية. أول معركة ربحوها، عملوا أول 10 أيام عملوا بيرفورمانس كتير قوية وربحوا أول معركة. الحرب هي عدة معارك. طيب. اليوم في معركة تانية بتشوفي شو بده يبين على الأرض. أنا بالواقع ماني شايف إنه عندهم إمكانية ليحققوا الأوبجكتيف يعني الأهداف اللي هن حاطينها مثل ما هن متصورين إنه نحن منلغي أو منقضي على حزب الله أو منلغي حزب الله أو كذا. أنا ماني شايف هيدا الشيء، أنا شايف هيدا الحل، هيدا الضغط العسكري بده يؤدي إلى تدخل دولي لحل دبلوماسي وتطبيق 1701. وعلى أثر تطبيق 1701 لازم يجري تفاهمات لإلغاء دور لبنان من المشهد العسكري النهائيا بينه وبين إسرائيل، لا أخذ لبنان إلى الحياد الكامل والفاعل كليا لحل مشكلة لبنان. وإلا أنا وياك بعد سنتين يمكن ما نكون بقى هون، لأنه خلص لبنان منهك مرهق ما بيقدر يكمل بالوضعية. يعني أنتوا عم تقولوا أنه أنتوا مع تدخل دولة، يعني عم تقول أنه هذا الصراع أنه أنتوا يعني بدل ما نكفي بالميدان وبالحرب مع تدخل دولي ينهي هذا الصراع ضروري. أصلاً عم يجربوا الولايات المتحدة عم يجربوا، هلأ في ضغط كتير كبير صح؟ ما رح يصير شيء بالوقت الحاضر يعني. إيه هذا اللي بدي أسألك إياه، وأنه نحن أنه أنتوا مع أنه يصير في سلام على الحدود مستدام، بصير في وقف اطلاق نار. وقف اطلاق نار مستدام. قضية السلام قضية تانية، قضية تانية تما نأخذ هيك بالكلام لمطرح تاني. أنا جربت أقولها بس لا، قضية السلام إيه؟ قضية السلام قضية تانية، قضية إيه؟ أخرى. نحن هي مرتبطة بدور كل الأشقاء والأصدقاء العرب خاصة ويعني لبنان بمفهومنا إذا بدك الاستراتيجي وبعمق لازم يكون آخر دولة إذا بدها تعمل سلام. نعم. مش أول دولة ولا رابع دولة، آخر دولة. بس أنتوا مع وقف إطلاق نار مستدام، مش وقته هلأ ولا مطروح بالوقت الحاضر. نحن مع وقف نار أكيد ومستدام. مستدام. طبعاً طبعاً خلص طبعاً، هيدي قصة وقف النار ضرورية جداً جداً. وقف إطلاق النار حاجة أساسية بالسياسة لدولتنا وبالمباشر لشعبنا. اوكي بس وقف اطلاق النار عم تنجرف بالجنوب. ايه بعرف للاسف، بس وقف اطلاق النار المستدام بيعني انه خلص نزع سلاح حزب الله، يشيلوا الصواريخ البالستيه من حزب الله، ان يعود حزب الله الى حزب سياسي بالبلد، وانه يكون الجيش اللبناني موجود. يعني مثل هذا 1701 وال1559 هذا اللي عم بيقولوه هلا يعني المفاتين الدوليين. اذا بدك نحن كنا نستعمل تعبير اخر، احتكار الشرعيه، حق الشرعيه في احتكار السلاح.